يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الجمعة أكثر من مليون ومائة وثلاثة وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وسبعة وأربعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أربعمائة وتسعة وثمانون ألف شخص